بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. ربنا اجعلنا مفاتيح خير ومغاليق شر، آمين يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورضوان ولا عدوان إلا على المفسدين في ملك الرحمة. أشقوا الرب أم اتخذ هو الله مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين بيزعون أنتم آلين باش تكونوا أسهل فحولة حقيقية لازم تجبوا كان الذكور يا قلال الأحياء لا يرضيكم القول هذايا، لأنه كي يجيك الذكور تجي مصيبة كبيرة على رؤوسكم الخبيثة وقلوبكم المريضة. نوريك العجب العجاب، كنت قبل تبين اللي يكون فماش ولادك ولادك كلهم ذكور، ما عندكش إناث اللي يفسدوا عليك حياتك. وقلنا لك من مرة كيفاش فزت هو، حتى الخبر كي يجي اللي رزق بأنثى يولي كظيم ويسود وجهه من الحزن ويبدأ يتجافى من القوم حتى لا يزيد فضيحة عنده. هو اللي رزق بنتا فهو مفضوح وهو ليس برجل، كيف ينبت ماء المهين على أنثى؟ الأنثى لله، لعنة الله عليك اللي متحيش. أسأل الله السلامة.